اهلا وسهلا بحضراتكم في قرعه الدوري الافريقي في البيت الكبير. هي القرعه الاساسيه هتبقى ان شاء الله يوم السبت الساعه 7. النهارده احنا هنعمل لحضراتكم قرعه الدوري الافريقي في البيت الكبير جوه بينا وبين بعض كده. التصنيف الاول هيكون الاهلي والوداد والاسبرانزا والترجي يعني وميلودي سان داونز. اما التصنيف الثاني مازيمبي وانيمبا وسيمبا وبترو اتلتيكو. مازيمبي طبعا من الكونغو الديمقراطيه، انيمبا من نيجيريا، وسيمبا من تنزانيا، وبترو اتلتيكو من انجولا. ده التصنيف الاول وده التصنيف الثاني. خلينا نبدا كريم يسحب التصنيف الاول ثم احمد ثابت يسحب التصنيف الثاني. اتفضل يا كريم عشان برضه الناس ما تفتكرش ان احنا عاملين قرعه موجهه ولا حاجه. لا لا لا، والورقه السخنه وورقه البدله بتاعت ريال مدريد بتاعت برشلونه مش ريال مدريد. يا سبحان الله، النادي الاهلي. النادي الاهلي اول ورقه، اول ورقه النادي الاهلي، اذا هتبقى النادي الاهلي. اتفضل يا احمد. تمام، المنافس اللي هيلعب النادي الاهلي بقى. ايوه، سيمبا. سيمبا، بسم الله الرحمن الرحيم. بترو اتلتيكو. طيب بترو اتلتيكو، بترو اتلتيكو ولا انيمبا ولا بترو اتلتيكو. كريم اسحب برضو دلوقتي المباراه الثانيه. المباراه الثانيه الترجي. اذا الترجي في المجموعه الاخرى. اتفضل في المباراه الثانيه. المباراه الثانيه كده في طريق النادي الاهلي الترجي في نص النهائي. مين اللي هيقابل الترجي بقى؟ ايوه، سيمبا كده. سيمبا التنزاني ضد الترجي. الاهلي هيلعب بترو اتلتيكو مره تانية. دي قرعه البيت الكبير وحفل الافتتاح. طبعا حفل الافتتاح هيبقى في مباراه سيمبا، وحفل الافتتاح هيبقى في تنزانيا. سيمبا لانه في تنزانيا. اتفضل يا كريم مره تانية. كده النادي الاهلي وبترو اتلتيكو هيقابل الفايز من الترجي وسيمبا في نص النهائي. خلص وبعدين نقول المباراه الثالثه. اول طرف فيها الوداد. الوداد ده توقعنا. الطرف الثاني اتفضل يا احمد. مازيمبي الوداد مع تيبي مازيمبي كونغولي. ماتش صعب. خلاص كده خلاص عرفنا المباراه الرابعه. سان داونز وهيلعب ضد انيمبا. سان داونز. سان داونز و انيمبا. وادي انيمبا. اذا الاهلي هيلعب بترو اتلتيكو مره ثانيه. يا شباب كل الناس اللي بتتفرج علينا، هذه القرعه هي قرعه البيت الكبير. القرعه الاساسيه هتبقى يوم السبت ان شاء الله الساعه 7. زي ما حضراتكم شايفين الاهلي سيلقي بترو اتلتيكو، والترجي هيلقي سيمبا. الكسبان من الاهلي وبترو اتلتيكو هيلقي الكسبان من الترجي وسيمبا، والفائز منهم يصعد للمباراه النهائيه. الوداد هيلاعب مازيمبي، وسان داونز هيلاعب انيمبا، والكسبان من الوداد ومازيمبي هيلاعب الكسبان من سان داونز وانيمبا، ويصعد الى المباراه النهائيه. يعني اشوف ان هي قرعه حلوه والله لطيفه. بس بترو اتلتيكو دلوقتي بقى فيها لعيبه برازيليين كتير. بترو اتلتيكو الانجولي بقى فيها لعيبه برازيليين كتير. و لا، وسان داونز، سان داونز جاب يا كابتن اسلام ولد برازيلي ولد ارجنتيني. يا خبر ابيض. ماشي، خلينا بس نشوف الدنيا. سان داونز والوداد، سان داونز والوداد عملوا يعني تشكيله جيده. هنتكلم بقى عن الحاجات دي الفتره. ويقال يعني وطب واليه خلال ساعات هيمضي الوداد. الوداد والله. عموما خلينا ننتظر، واحنا ان شاء الله طبعا قبل السوبر الافريقي او الدوري الممتاز الافريقي هيكون معانا تحليل كامل لكل هذه الفرق مع كريم سعيد واحمد ثابت. اشكرك يا ابو حميد على شكرا يا كابتن القرعه. شكرا، اشكرك جدا يا كريم على وجودكم معانا.